رحالة بريطانية يدهش بالأكل العراقي، أحب زوري وزنود الست. لبناني يجر بشعره شاحنة إطفاء تكريما لضحايا انفجار المرفا. تا سيارة تسلا واي بواسطة الروبوتات. والمزيد في هذه الحلقة من نيو ترندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. في العراق نبدأ مع رحالة بريطاني يدعى جاي باليفري، زار العراق مؤخرا وتجول في المحافظات والمدن العراقية، وكان من ضمن ما أدهش ونال إعجاب الأكل العراقي، حيث كانت تظهر الدهشة والانبهار على ملامحه عند تذوق أصناف الطعام العراقي المتنوع. وانتشر له أكثر من فيديو على تيك توك وهو يتذوق الطعام والحلويات كالسمك وزنود الست وغيرها. جاي وثق رحلته إلى العراق ونشرها عبر قناته في يوتيوب، وحققت فيديوهات أكثر من مليون مشاهدة خلال أسبوع. إلى موقف يعبر عن غيرة وكرم العراقيين، حيث قام المواطنين بالتعويض على المواطن اللي احترق سيارته في النجف، وجمعوا له خلال ساعتين 10 ملايين دينار عراقي. احنا ولد النجف، ولد أميال المؤمنين، انا اخوكم صباح المالكي وذول اخوتي. احترق سيارته على الرجال ووقفنا له صارنا ساعة. هاي غيرة أميال المؤمنين، هاي غيرة ولد النجف. خلال ساعة 10 ملايين لما نادى. هاي العلاقة همه. وهاي العلاقة. وهاي كلنا على عليك. كلنا على واحد. احنا كلنا واحد. احنا كلنا على واحد. احنا العراقيين اهل الغيرة واهل الكرم. بس احنا نحسب على المسؤولين. ايوه. على المسؤولين نحسب عليهم ما وفونا، واحنا اهل الكرم العراقيين والله. مسؤولين. واحنا ولد علي بن ابي طالب والكلمة لهذا الرجال والسارع كل الرجال الله يحفظه. هذا التصرف النبيل جعل العراقيين يتغنوا بالعراق وكرم شعبه من خلال مئات التعليقات، وإليكم البعض منها. نور غازي كتبت تقول: دخيلك ربي، زيد وبارك بهالغيرة والنخوة وديمها على بلدنا، هذه النعمة الفضيلة واحميها من الزوال. أما شيبان نافف فكتب يقول: والله وعشرة عام منكم يا أبطال، هاي الغيرة العراقية والنعم من أهلنا بالنجف الأبطال، ربي يحفظكم ويرعاكم جميعا. أما رواه سعد فقال: غيرة ومرجلة وشهامة العراقي على مر العصور يبقى مصدر بالمركز الأول بالفزعة والنخوة، حفظ الله العراق وشعبه. من هذا الفيديو مشاهدينا وهذه التعليقات إلى هاشتاج منتشر بعنوان أنقذوا حياة جون وهاشتاج أنقذوا جون. هذه الهاشتاجات نشطت في العراق بعد مناشدة المتظاهر المصاب رحيم العراقي لمساعدته في إجراء عملية ساعد على المشي مجددا، وتبلغ تكلفة العملية 30 مليون دينار عراقي. أنا الشاب رحيم عبد الكريم لقب جون، ابن العاقه اللي ضحت لاجل العاقه وضحت لاجل كل مصابيه في دولكم وفي دول العراق. اليوم انا ناشدكم باسم الانسانيه باسم الرحمه. انا اخوكم صوت المظاهرات في الثوره العراقيه، وهاي حالتي حاليا جاي اشوفها مقعد وما اقدر امشي، وعمليتي خارج العراق تكلفه عمليتي 30 مليون. اناشد اخوتنا الرياضيين الاعلاميين الفنانين انه يكون جاي بهاي شدتي، وانا اخوكم وانا عاقل وضحيت ويكون تكون جاي. هذه كانت أبرز المواضيع التي تم تداولها في فيسبوك عراقياً، والآن نكمل مواضيعنا من لبنان، حيث قام مواطن لبناني يدعى مارون الرياشي
والملقب بصاحب أقوى شعر قام بجر شاحنة إطفاء بشعره تحية لضحايا انفجار 4 آب. العرض جرى في منطقة واجهة البحرية بحضور وفد من فريق إطفاء العاصمة. رياشي البالغ من العمر 48 عام جرى شاحنة إطفاء تزن 12 طن بسلسلة معدنية مربوطة في شعره ثم سحب سيارتي إسعاف بالطريقة نفسها. شاهدوا معي. وإلى مصر حيث نجحت قوات الأمن بتحديد هوية مختطفي طفل المحلة واللي تم اختطافه من أحضان والدته في وضح النهار، وأعلن القبض على الفاعلين وعاد الطفل إلى أهله سالم. وبحسب المصادر الأمنية بعد خطف الطفل تم نقله بسيارة أخرى وأشعل النار في السيارة الأولى، وكان عدد الخاطفين 3 أشخاص. أما سبب الخطف فهو خلاف مادي مع عم الطفل، حيث طلب الخاطفين 2 مليون جنيه مصري فدية لهم. تم العثور على الطفل بعد فحص 47 كاميرا وتكليف 37 ضابط بهذه المهمة. وبعدين مشينا شويه وبعدين وقفنا وبعدين نقلونا في عربيه. ما غموش عينك يا زيد ولا حاجه؟ لا خموا عيني. وبعدين مش كل التبول. قالوا لك ايه بقى؟ قالوا لي ما تعملش حش ولا تزعق تعمل حاجه يا اما هنقتلك. كانوا كام واحد يا زياد؟ 3. في ست ولا مفيش ست؟ لا مفيش ست. يعني هم الثلاثه اتنين قدام واحد ورا بس. طب اخر حاجه لما وصلت في البازل يعني حد يقول لحد اسمه فلان يا اسم اساميهم ايه؟ لا انا سمعتهم بيقولوا لي يا عم محمد هو اللي عمل معانا الغلط والكلام. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ عمك حمد هو اللي عمل معانا الغلط. عمك حمد اللي عمل مش هو. قالوا ابوك هيدفع الثمن يعني. شهور. طب انت بقى لما رحت البيت حد معاك ولا انت كنت لوحدك؟ عمل شهور. لما واحد اسمه عبد الله قعد معايا وبعدين جاب لي واحد بيت معايا في البيت. تمام. وبعدين الصبح مرضى اللي اسمه رضا ده بيجي لي يفضل قاعد معايا ويغديني ويقوم ماشي. المزيد من أخبار السوشيال ميديا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في يوترندينج. نكمل حلقتنا وجولة مع الأخبار والفيديوهات المنتشرة عالميا في السوشيال ميديا، ونبدأ من البرازيل والخبر الأكثر تداولا عن إصابة في مدينة أركاتوبا جنوب البرازيل. خططوا لسرقة بنك فقاموا بزرع بوات ناسفة حول المدينة لإعاقة وصول الشرطة، ثم اقتحموا البنك وسرقوا الأموال وأخذوا العملاء وربطوهم فوق سياراتهم كدروع بشرية حتى لا تطلق الشرطة النار عليهم. نشاهد منفذي هذه العملية 20 شخص، وسيغيب جميع الطلاب عن المدرسة حتى يتم تفكيك العبوات الناسفة حول المدينة. من هذا الفيديو من البرازيل إلى سويسرا، حيث يتم أسبوعياً نقل شاحنة القمامة لقرية بعيدة عن طريق ربطها بتلفريك، وعندما تصل الشاحنة هناك تبدأ عملها بجمع القمامة. القرية خالية من السيارات لصعوبة الوصول إليها، وتقع في جبال الألب على ارتفاع 1970 متر. وبعد انتهاء المهمة يتم إعادة السيارة بنفس الطريقة.
وإلى فيديو حصد ملايين المشاهدات قام بنشره رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه، وهو لستة من رواد فضاء يستمتعون بإعداد البيتزا على متن محطة الفضاء الدولية. وكان أكثر ما أثار الاستغراب هو طفو البيتزا في الهواء بينما تبقى مكونات البيتزا ثابتة فوقها، وأطلق على الفيديو اسم ليلة البيتزا الحالمة. إلى عالم الأناقة والجمال وعرض أزياء مثل دار الأزياء الإيطالية دوتشان جابانا، واللي يقيم في مدينة البندقية التي لم ترى مشهد كالذي قدمته دوتشان جابانا في عرضها، حيث قدم دومينيكو دوتشي وستيفانو جابانا أحدث مجموعات الدار بعنوان ألتا موضة 2021 في مكان لم يستضيف عرض أزياء من قبل، وهو ساحة القديس ماركو. العرض تم بحضور حوالي 400 ضيف من نجمات ونجوم العالم. أما مدة العرض فكانت 20 دقيقة، خلطت فيها أزياء دوتشان جابانا ما بين أجواء الكرنفال الاحتفالية ورواية القصص في تصميمات استوحتها الدار من الإلهام التاريخي لسحر فينيسيا. تكون العرض من 100 تصميم ارتدته 100 عارضة أزياء وصلنا عن طريق البحر على متن 100 جندول. من بين أشهر النجمات التي حضرنا العرض الاستثنائي النجمة العالمية جينيفر لوبيز، واللي خطفت الأنظار بإطلالة فاخرة حملة توقيع دوتشي آند جابانا. نبقى في عالم الجمال، حيث يزداد يوميا هوس النساء بالتجميل، واللي أصبح غالبا بعيد كل البعد عن الجمال ومثير للاستهجان والاستغراب. وهذا ما حصل مع عارضة الأزياء الأوكرانية أنستاسيا بوكريشوك، اللي أثارت الكثير من الجدل بسبب عمليات تجميل غيرت ملامح وجهها بالكامل، حيث خضعت لعدة جراحات تجميلية وأصبحت تلقب بصاحبة أكبر خدود بالعالم. أنستاسيا أنفقت أكثر من $2000 على حقن وجهها، وأكدت أنها لم ولن تستمع أبداً إلى الأطباء بعدما حذروها من المخاطر الكامنة في الكثير من العلاجات التجميلية. وقالت في لقاء تلفزيوني: أنا سعيدة للغاية، أنظر إلى صوري منذ عامين وأعتقد أنني كنت قبيحة. وأضافت أنها تحب شكلها الحالي ولم تتوقف عن فعل عمليات التجميل، مشيرة إلى أنها تأمل إجراء المزيد من العمليات الجراحية على جسدها أيضا. بوكوا يا хочу трахнуть тебя. وإلى عالم السيارات والذكاء الاصطناعي بنفس الوقت، حيث تجري على قدم وساق عمليات إنتاج سيارة تسلا فئة SUV في مصنعها الضخم في الصين. الطراز واي عبارة عن سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم مزودة بمحرك ثنائي الدفع بجميع العجلات، وتم تصميم هذه السيارة لنقل ما يصل إلى 7 ركاب وحمولتهم، وتتميز بمقاعد قابلة للطي. الطاقة الإنتاجية لمصنع شنغهاي تبلغ 500,000 وحدة سنويا، ومن الواضح أن هذا الرقم تم تحقيقه بفضل قيام الكثير من الروبوتات بالجزء الأكبر من المهمة، حيث نشرت الشركة مؤخرا مقطع فيديو على قناة ويبو الخاصة بها
أظهر هذا الفيديو عدد لا يحصى من العمليات التي تحدث داخل مصنعها في الصين قبل طرح سيارة تسلا. التقديرات تشير إلى أن المصنع يوظف حوالي 2000 شخص، لكن عند مشاهدة الفيديو تكتشف أن عدد الروبوتات أكثر في المنشئة مقارنة بالقوى البشرية. هذا كل ما لدينا من أخبار السوشيال ميديا. شكرا للمتابعة.